بزاف، راجل اللي يعني خدم كرة قدم إفريقية، واليوم تنشوفوا هذا القرار اللي جاء زعما جاء في التوقيت اللي غير مناسب بالنسبة لنا، لأنه وليد من 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 الدعامات وهو القائد ديال هذه المجموعة. تنظن أنايا بالنسبة لنا كان مر ما قبلناش، ولكن الوليدات ديالو جاوبوا في الملعب، وهذا غيكون تحدي لنا كلنا إن شاء الله باش ننافسوا على هذه البطولة. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.